بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل فمن المعاقب؟ فإن فاعل هذا الحرام إما مجتهد أو مقلد له، وكلاهما خارج عن العقوبة. قلنا: الجواب من وجوه، أحدها أن المقصود بيان أن هذا الفعل مقتضي للعقوبة سواء وجد من يفعله أم لم يوجد، فإذا فرض أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط العقوبة أو قد قام به ما يمنعها لم يقدح هذا في كونه محرما، بل نعلم أنه محرم ليجتنبه من يتبين له التحريم، ويكون من رحمة الله بمن فعله قيام عذر له. وهذا كما أن الصغائر محرمة وإن كانت تقع مكفرة باجتناب الكبائر، وهذا شأن جميع المحرمات المختلف فيها، فإن تبين أنها حرام وإن كان قد يعذر من يفعلها مجتهداً أو مقلداً، فإن ذلك لا يمنعنا أن نعتقد تحريمها. الثاني: أن بيان الحكم سبب لزوال الشبهة المانعة من لحوق العقاب، فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاؤه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيراً لهم، ولكان ترك أدلة المسائل المشتبهة خيراً من بيانها. الثالث: أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر العمل بها. الرابع: أن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. الخامس: أنه قد يكون في الناس من يفعله غير مجتهد اجتهادا يبيحه، ولا مقلدا تقليدا يبيحه، فهذا الضرب قد قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص، فيتعرض للوعيد ويلحقه إلا أن يقوم فيه مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك. ثم هذا مضطرب، قد يحسب الإنسان أن اجتهاده أو تقليده مبيح له أن يفعل، ويكون مصيباً في ذلك تارة ومخطئاً أخرى، لكن متى تحرى ويكون مصيباً في ذلك تارة ومخطئاً أخرى، لكن متى تحرى الحق ولم يصده عنه اتباع الهوى فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أن الوعيد الوارد في الأخبار يشمل الوعيد في مخالفة المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، وأقام الأدلة على ذلك، ثم أورد اعتراضاً، وهو أن الوعيد الوارد في هذه الأخبار يحمل على المسائل الإجماعية
دون المسائل الخلافية، وذلك حتى لا يدخل في الوعيد المجتهدون إذا خالفوا الأخبار التي فيها وعيد. وقد رد شيخ الإسلام هذا الاعتراض من 12 وجهاً، وقرأنا في الدروس السابقة 9 أوجه، ووقفنا في تضاعيف الوجه التاسع. والوجه التاسع عرفنا في الدرس السابق أن السبب الذي جعل صاحب الاعتراض يقول إن الوعيد يكون مقصوراً على مخالفة المسائل الإجماعية دون المسائل الخلافية هو نفي تناول الوعيد وشموله للمجتهدين إذا خالفوا هذه الأحاديث. وهذا لا يصح، لأن الوعيد لا ينال المخالفة إما لكون الشرط لم يتحقق، وإما لوجود مانع من موانع إنفاذ الوعيد ولحوقه. ولما ذكر هذا الوجه أورد اعتراضاً على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله التي تقدمت معنا، أنه يذكر اعتراضات المخالفين أو يفرض هو اعتراضات يقدرها ثم يجيب عنها حتى يزيد المسألة بياناً ووضوحاً. وهذا الاعتراض وارد على الوجه التاسع، ليس على أصل المسألة، وإنما هو على الوجه التاسع، وهو أننا إذا قلنا إن الوعيد لا يلحق إلا من لم يقم به العذر، فإنه يترتب على ذلك أنه لا يعاقب أحد. إذا قلنا إن الوعيد لا يلحق إلا الإنسان الذي ليس له عذر، فإن هذا يترتب عليه أنه لا يعاقب أحد، لأن من يخالف المنهي عنه إما أن يكون مجتهداً والمجتهد له عذر في المخالفة، وإما أن يكون مقلداً والمقلد أيضاً له عذر في المخالفة، فلا يعاقب حينئذ أحد. وبالتالي فإن الخبر لا يكون له فائدة وتبطل دلالة النص. هذا حاصل هذا الاعتراض. وقبل أن نجيب على هذا الاعتراض نعيد تصور الاعتراض، وهو أن من أورد الاعتراض في أصل المسألة وقال الوعيد إنما يكون على المسائل الإجماعية دون الخلافية، وأجيب بأن المسائل الخلافية لا يترتب الوعيد عليها إلا إذا وجد الشرط وانتفى المانع، رجع هذا المعترض وقال هذا القول وهو أن الوعيد لا يترتب إلا إذا انتفى الشرط أو إلا إذا وجد الشرط أو انتفى المانع، هذا يلزم منه أنه لا يعاقب أحد، وذلك لأن من يخالف الحديث إما أن يكون مجتهداً والمجتهد معذور، لأنه لا يخالف الحديث إلا لسبب، وإما أن يكون مقلداً والمقلد أيضاً معذور لأنه تابع للمجتهد، فيترتب على ذلك أن الخبر لا يعمل به لأن الوعيد لا يلحق أحداً وتبطل دلالة الخبر. واضح؟ وهذا الاعتراض أجاب عنه
شيخ الإسلام رحمه الله من خمسة وجوه يقوي بعضها بعضاً على طريقته في تكثير الوجوه الرد ونقض كلام المخالف. الوجه الأول أن مقصود الشارع من الحديث هو بيان الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ مقصود الشارع من الخبر الذي فيه وعيد هو بيان الحكم الشرعي، وهو أن هذا الفعل الوارد في الحديث سبب من أسباب العقاب، فهذا مقصود الشارع من ورود الحديث. سواء فعل أحد الفعل المتوعد عليه أو لم يفعله، فمقصود الشارع ما هو؟ مقصود الشارع أن يبين أن الفعل المتوعد عليه سبب من أسباب العقوبة، سواء قام أحد بهذا الفعل أو لم يقم به. وإذا فرضنا أن هذا الفعل المتوعد عليه لم يقم به أحد، فإن ذلك لا يمنع من كون هذا الفعل فعلاً محرماً. لو فرضنا أنه لم يفعله أحد فإنه لا يمنع من أن يوصف هذا الفعل بأنه فعل محرم. وهذا له نظير وهو صغائر الذنوب، فإن صغائر الذنوب متوعد عليها لأنها منهي عنها داخلة في النهي، لكنها مكفرة باجتناب إيش؟ باجتناب الكبائر. فكون صغائر الذنوب لا يترتب عليها الوعيد لا يعني أنها محرمة، لا يمنع من كونها محرمة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن بيان الشارع للحكم سبب لزوال الشبهة التي عند بعض المكلفين. وزوال الشبهة عند بعض المكلفين مقصود للشارع، فالشارع يقصد من بيان الحكم أن تزول الشبهة الموجودة عند المكلفين بحسب الإمكان. فمن زالت عنه الشبهة وفعل المنهي عنه وهو ليس له عذر فإنه يكون متوعداً بالعقاب، وإذا كان متوعداً بالعقاب فإنه لا يصح أن يقال إن القول بأن من خالف الحديث لعذر لا يعاقب هذا ليس بصحيح. فمقصود الشارع من بيان الحكم هو أن تزول الشبهة الموجودة عند بعض المكلفين، فالشارع لا يقصد بقاء الشبهة وإنما يقصد زوال الشبهة بحسب الإمكان. فمن زالت عنه الشبهة واتضح له الأمر ثم أتى بالفعل المنهي عنه فإنه حينئذ يكون متوعداً بالعقاب، فلا يصح أن يقول المعترض إن هذا التقرير والتأصيل يقتضي أنه لا يعاقب أحد، فيكون هذا الاعتراض غير صحيح. الوجه الثالث أن بيان الشارع للحكم وللوعيد المترتب على المخالفة يترتب عليه فائدة، وهذه الفائدة هي استمرار من اجتنب الفعل على اجتنابه. فإذا علم الإنسان
الذي لم يقم بالمنهي عنه أن هذا منهي عنه وأنه يترتب عليه وعيد، فإنه يستمر على تركه ويثبت على ذلك، وهذه فائدة مقصودة للشارع. فلا يصح أن يقال إن الحديث الذي فيه وعيد إذا لم يحصل العقاب لمن خالفه لا فائدة منه، فإن هذا القول قول غير صحيح. الوجه الرابع أن الشبهة التي تحصل لبعض المكلفين لا تكون عذراً لهم إلا إذا عجزوا عن إزالتها، فإذا عجزوا عن إزالة الشبهة فإنهم حينئذ يكونون معذورين فلا يعاقبون، أما إذا لم يسعوا إلى إزالة الشبهة فإنهم لا يكونون معذورين، وإذا لم يكونوا معذورين فإنهم يكونون متوعدين بالعقاب، فيحصل العقاب حينئذ. وذلك لأن القاعدة أن الإنسان متى أمكنه معرفة الحق وقصر في طلبه فإنه ليس معذورا، وهذه قاعدة مهمة جدا، أن من أمكنه أن يعرف الحق لكنه قصر في طلبه فإنه ليس معذورا. ولهذا فإن التحقيق في العذر بالجهل، وهذه مسألة من المسائل الكبار، أن من أمكنه أن يعرف الحق وقصر في طلبه فإنه لا يعذر بجهله، أما إذا سعى إلى معرفة الحق وبذل جهده ولم يستطع الوصول للحق فإنه حينئذ يكون معذوراً. فإذا الشبهة التي تحصل عند بعض المكلفين متى تكون عذراً؟ تكون عذراً إذا عجز المكلف عن إزالة الشبهة بأن سعى لإزالتها لكنه لم يتمكن، إما لعدم الوقوف على الدليل وإما لضعف الفهم، فحينئذ يكون معذوراً. أما إذا قصر في طلب الحق ومعرفته فإنه حينئذ يكون متوعداً بالعقاب، وبناء على هذا لا يصح الاعتراض، فلا يصح أن يقال في الاعتراض من المعاقب، فالوعيد إذا لم يعاقب أحد، فالحديث الذي فيه وعيد إذا لم يعاقب أحد لا يكون لهذا الحديث فائدة. هذا القول، هذا الاعتراض اعتراض غير صحيح. واضح؟ الوجه الخامس أن بعض الناس قد يفعل الفعل الذي ورد فيه وعيد من غير اجتهاد كافي ومن غير تقليد جائز، فحينئذ إذا فعل الفعل من غير أن يجتهد اجتهادا كافيا، وقد تقدم معنى الاجتهاد الكافي، أو فعل الفعل من غير تقليد جائز فإنه حينئذ يكون متوعدا بالعقاب، فلا يصح أن يقال حينئذ لا فائدة للحديث لأنه لا يعاقب لأحد، بل يحصل العقاب لمن قصر في الاجتهاد أو قلد تقليدا ليس جائزا. فالقول بأن الحديث الذي فيه وعيد إذا لم يحصل وعيد لبعض المكلفين لا يكون للحديث فائدة، هذا قول غير صحيح. ثم انتقل رحمه الله للكلام على الوجه العاشر، ونحن عرفنا أن الوجوه الخمسة هذه متعلقة بماذا؟ متعلقة بالاعتراض على الوجه التاسع. نعم، انتقل للكلام على الوجه العاشر، والوجه العاشر يرى شيخ الإسلام رحمه الله
أنه من أقوى الوجوه في الرد على الاعتراض أصل الاعتراض، فهو يعتبر عنده من أقوى الوجوه. فقال قال العاشر أنه إن كان البقاء هذه الأحاديث على مقتضياتها مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد. وإذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث سالما عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عن من تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه وعن غيرهم منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون. وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي أثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس بأهل إلا حارت اللعنة عليه. فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وأن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية وعن الشفاعة وعن الشهادة، ويتناول من لعن من ليس بأهل. فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد، فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. فإذا كان المحذور ثابتا على تقدير إخراج محل الخلاف وعلى تقدير بقائه، علم أنه ليس بمحذور وأنه لا مانع من الاستدلال بالحديث. وإن كان المحذور ليس ثابتا على واحد من التقديرين فلا يلزم محذور البتة، وذلك أنه إذا ثبت التلازم وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. وهذا القدر كاف في إبطال السؤال، لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، وأما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه. وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، وهو أن يقول نعم. هذا هو الوجه العاشر،
وكما عرفنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه وجه قوي، ولهذا قال في آخر الدليل: وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد وهو إلى آخره. وإيضاح هذا الاعتراض أن قول المعترض إن عموم الوعيد الوارد في الحديث للمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها يلزم منه دخول بعض المجتهدين في الوعيد، فكذلك نحن نقول إخراج هذه الأحاديث عن مقتضياتها بقصرها على المسائل الإجماعية أيضا مستلزم لدخول بعض المجتهدين في الوعيد، فتعارض الأمران. تعارض الأمر الأول وهو لزوم دخول المجتهدين في الوعيد، إذا قلنا إن الوعيد يشمل الوعيد على المسائل الإجماعية والمسائل الخلافية، ولزوم دخول المجتهدين في الوعيد إذا قلنا إن الوعيد مقصور على المخالفة للمسائل الإجماعية، فتعارض لدينا اللازمان على هذين الاحتمالان، وإذا تعارض فإنهما يتساقطان ويبقى الدليل سالما من المعارض ويجب العمل به حينئذ، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. ونعيد هذا الدليل قبل أن هذا الوجه قبل أن ننتقل إلى ما بعده، وهو انتبه معي أن قول المعترض إن إبقاء دلالة الحديث الذي فيه وعيد شاملة للمسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها هذا يلزم منه محذور، وهو دخول بعض المجتهدين في الوعيد، دخول بعض المجتهدين الذين خالفوا الحديث في الوعيد. ونحن نقول إخراج الحديث عن دلالته بقصره على مخالفة المسائل الإجماعية هذا أيضا يلزم عليه محذور، وهو حصول الوعيد للمجتهدين أيضا، سنعلم كيف ذلك بعد قليل إن شاء الله، فيلزم عليه محذور وهو حصول الوعيد للمجتهدين، فتعارض لدينا ماذا؟ الأمران، فالوعيد يحصل، الوعيد لبعض المجتهدين يحصل إن قلنا إن الحديث شامل للمسائل الإجماعية والخلافية، ويحصل أيضا إن قلنا إنه مقصور على المسائل الإجماعية، فيتعارض هذان الأمران، وإذا تعارض تساقط فيبقى الحديث سالما من المعارض، يبقى الحديث الذي ورد فيه الوعيد سالما من المعارض، وإذا سلم من المعارض فإنه يجب العمل به حينئذ. ولنأتي إلى عبارة المصنف، قال العاشر: أنه إن كان إبقاء هذه الأحاديث، المقصود بالأحاديث هنا ما هو الأحاديث التي فيها وعيد، على مقتضياتها، على مقتضياتها يعني ماذا؟ يعني شاملة ل المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها، لأن هذا هو مقتضى العموم، فإذا أبقيناها على مقتضياتها كان ذلك مستلزما لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، فكذلك إخراجها عن مقتضياتها، إخراجها عن مقتضياتها بماذا؟ بقصرها على المسائل المجمع عليها مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، وإذا كان لازما
يعني إذا كان دخول المجتهدين تحت الوعيد لازماً في الصورتين على التقديرين بقي الحديث سالماً عن المعارض، لأن الصورتين السابقتين تساقطتا تعارضتا فتساقطتا، فبقي الحديث سالماً عن المعارض فيجب العمل به لأنه لا معارض له حينئذ. واضح هذا الكلام أو ليس واضحاً؟ لأن ما بعده من الكلام مبني على تصور هذا التقرير. واضح؟ ثم زاد ذلك بياناً، فقال بيان ذلك إلى آخره، يعني بيان دخول المجتهدين في الوعيد على التقديرين السابقين. الآن يريد أن يبين وجه دخول المجتهدين في الوعيد على التقدير الأول وعلى التقدير الثاني. فبيان دخول المجتهدين في الوعيد على التقديرين هو أن كثيراً من المجتهدين صرحوا بأن فاعل المسألة المختلف فيها ملعون، فلعنوا فاعل المسألة المختلف فيها، فإذا كانوا قد لعنوا من لا يستحق اللعن عند المعترض فإنهم حينئذ يستحقون الوعيد، فإن هؤلاء المجتهدين الذين لعنوا فاعل المختلف فيه يستحقون الوعيد، لأنه لا يجوز لعن من لا يستحق الوعيد. فإذا كان المحذور وهو دخول بعض المجتهدين في الوعيد ثابتاً، سواء قلنا إن مسائل الخلاف تدخل في الوعيد أو لا تدخل في الوعيد، فإنه حينئذ لا يكون محذوراً لأنه تعارض الأمران. وإن كان المحذور ليس ثابتاً، وهذا هو الصحيح كما سيقرر، إن كان المحذور وهو لعن بعض المجتهدين ليس ثابتاً وهذا هو الصحيح، فلا يوجد محذور حينئذ في دخول المسائل الخلافية في الوعيد، وهذا هو المطلوب، وهو أن المسائل الخلافية داخلة في الوعيد كالمسائل الإجماعية، فهناك تلازم بين دخول المجتهدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هناك تلازم بين دخول جميع المجتهدين في الوعيد، المجتهدين الذين خالفوا والمجتهدين الذين لعنوا من فعل شيئا مختلفا فيه، فهناك تلازم بين دخول المجتهدين في الوعيد أو عدم دخولهم جميعا، لكن الذي نعتقده أنهم لا يدخلون جميعا في الوعيد. هذا حاصل كلامه رحمه الله، ونعود له مرة أخرى. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: كثير من المجتهدين صرحوا بأن فاعل الشيء المختلف فيه ملعون، فقالوا كما قال ابن عمر رحمه الله: لعن الله المحلل والمحلل له، كما جاء ذلك أيضا في الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أراد الإحلال فهو ملعون. فكثير من الأئمة لعنوا فاعل المختلف فيه، فإذا كانوا لعنوا من لا يستحق اللعن، لأن المعترض يقول المخالف في المسائل الاجتهادية لا يستحق اللعن، لأن اللعن خاص بماذا؟ بمخالفة المسائل الإجماعية.
فإذا كانوا لعنوا من لا يستحق اللعن فإنهم حينئذ هم يكونون مستحقين للوعيد، يكونون متوعدين، وحينئذ يلحقهم الوعيد. فإذا قصرنا الخلاف على المسائل الإجماعية فإن هؤلاء الذين لعنوا من فعل شيئا مختلفا فيه يدخلون في الوعيد ويلحقهم الوعيد، لأنهم على رأيك لعنوا من لا يستحق الوعيد. أما إذا كانوا لعنوا من لا يستحق الوعيد فإنه لا يكون هناك محذور في دخول المسائل الخلافية في العموم، ويكون الصواب هو أن الوعيد يشمل مسائل الإجماع ويشمل أيضا مسائل الخلاف. ولهذا قال بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، ثم ذكر أمثلة لذلك، ثم قال فإذا كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق كما يرى المعترض، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه فيستحقونهم، هؤلاء الذين لعنوا يستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، يعني في أحاديث متعددة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقاتله إلى آخره. ثم قال فهذا الوعيد الذي قد جاء في اللعن حتى قيل إن من لعن من ليس بأهل كان هو الملعون، وأن هذا اللعن فسوق، وأنه مخرج عن الصديقية والشفاعة والشهادة كما في الأحاديث السابقة، يتناول من لعن ليس بأهل، فإذا لم يكن فاعل المختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا، يعني لم يكن أهلا للعن، فيكون لاعنه مستوجبا لهذا الوعيد. وهذا تأكيد وتكرار للكلام السابق. فيكون أولئك المجتهدون الذين رأوا دخول محل الخلاف في الحديث مستوجبين لهذا الوعيد. لماذا؟ لأنهم لعنوا من لا يستحق الوعيد. فإذا كان المحذور، والمحذور هو ماذا؟ هو لعن بعض المجتهدين. إذا كان المحذور ثابتاً على تقدير إخراج محل الخلاف يعني من الوعيد وعلى تقدير بقائه، علم أنه ليس بمحذور لأنه تعارض المحذوران وتساقط كما تقدم ذلك في بداية الكلام. ولا مانع حينئذ من الاستدلال بالحديث، بل يجب العمل به حينئذ لأنه سالم من المعارض. وإن كان المحذور ليس ثابتاً على واحد من التقديرين وهذا هو الصحيح فليس هناك محذور، وإذا لم يكن هناك محذور فإن الحديث يعم، فإن الوعيد يعم المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها. ثم قال، وهذا الكلام دقيق يحتاج إلى أن ينتبه له، قال وذلك أنه إذا ثبت التلازم، ثبت التلازم بين ماذا وماذا؟ ثبت التلازم بين إبقاء بعض المجتهدين في العموم أو وإخراج بعض المجتهدين من العموم. إذا ثبت التلازم بين إبقاء بعض المجتهدين من عموم الحديث الذي فيه الوعيد وإخراج بعض المجتهدين من عموم الحديث الذي فيه وعيد، لأن المعترض يريد إخراج بعض المجتهدين من الحديث الذي فيه وعيد، فإذا ثبت التلازم يعني بين هذين الأمرين وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستلزم لتقديرهم على تقدير العدم
فالثابت أحد الأمرين، إما وجود الملزوم وإما وجود اللازم. يعني إذا علم أن دخولهم في الوعيد على تقدير البقاء، على تقدير بقائهم في العموم، مستلزم لدخولهم على تقدير العدم، يعني على تقدير إخراجهم من العموم، فالثابت أحد أمرين، إما وجود الملزوم وهو دخول بعض المجتهدين في الوعيد، وجود الملزوم واللازم، فالملزوم هو دخول بعض المجتهدين في الوعيد، واللازم هو دخول البعض الآخر في الوعيد. فالثابت أحد، الثابت أحد أمرين، إما وجود الملزوم واللازم وهو دخولهم جميعا يعني في الوعيد، أو عدم اللازم والملزوم وهو عدم دخولهم جميعا، لأنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم، يعني لأن القاعدة أنه إذا وجد الملزوم وجد اللازم كما تقدم معنا في الكلام على الدليل، وإذا عدم اللازم عدم الملزوم. فهذا حاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يريد بهذا الدليل، وانتبه معي، يريد بهذا الدليل أن الذين أرادوا أو أن من أراد قصر الوعيد على المسائل الإجماعية دون المسائل الخلافية، قصده أن لا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد، ومع ذلك يدخل، لو قصرنا الوعيد على المسائل الإجماعية يدخل بعض المجتهدين في الوعيد، فحصل ما فر منه لكن من وجه آخر، واضح؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يريد إلزامه من جهة أخرى، فيقول هذا المحذور حاصل لكم حاصل، سواء قلنا إن الوعيد يشمل المسائل الإجماعية والخلافية، أو قلنا إنه يختص بالمسائل الإجماعية، فالمحذور الذي أردتم الفرار منه حاصل على كلا الأمرين. هذا ما يريد أن يقرره رحمه الله، وهذا إلزام قوي، وهو رحمه الله يحاصر المخالف من كل جهة ولا يترك بابا مفتوحا، بل يغلق كل باب يمكن أن يدخل منه المعترض. ولهذا يقول الصفي الهندي وهو من كبار الأشاعرة لما تناظر مع شيخ الإسلام، يقول الصفي الهندي لشيخ الإسلام: أنت كالعصفور، كلما أتيت إلى مكان انتقلت إلى مكان آخر. لأنه رحمه الله يحاصر المخالف ويأتيه من كل جهة ولا يدع له فرصة في الجواب والاعتراض. قال: وهذا القدر كاف في إبطال السؤال، يعني هذا الكلام الذي تقدم يكفينا في إبطال الاعتراض، السؤال المقصود به الاعتراض. ولهذا العلماء يقولون الأسئلة الواردة على القياس، يعني الاعتراضات الواردة على القياس. فيقول هذا القدر، يعني من الكلام السابق، كاف في إبطال السؤال، المقصود بالسؤال الاعتراض الأول الذي أجاب عنه بالوجوه الاثني عشر. قال: لكن الذي نعتقده أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر، على التقديرين، ما هما التقديران؟ عموم الوعيد للمسائل الإجماعية والخلافية، أو قصر الوعيد بالمسائل الإجماعية. فيقول: الذي نعتقد أن الواقع عدم دخولهم على التقديرين على ما تقرر. لماذا؟ قال: وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر في الفعل، أما المعذور عذرا شرعيا فلا يتناوله الوعيد بحال، والمجتهد معذور
بل مأجور، فينتفي شرط الدخول في حقه فلا يكون داخلا، سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره، وظاهره ماذا؟ شموله لمسائل الإجماع والخلاف، أو أن في ذلك نقول سواء اعتقد بقاء الحديث على ظاهره، يعني اعتقد المجتهد بقاء الحديث على ظاهره، أو أن في ذلك خلافا يعذر فيه. فعلى كلا الحالين لا يدخل المجتهد، لأن المجتهد له عذر، والعقوبة إنما تترتب ماذا؟ إذا لم يوجد العذر. قال: وهذا إلزام مفحم لا محيد عنه إلا إلى وجه واحد، يعني ليس له مخرج، ليس للمعارض مخرج إلا وجه واحد، وهذا الوجه هو أن يقول السائل إلى آخره. انتبه، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: المعترض ليس له مفر وليس له جواب إلا من وجه واحد يمكنه أن يجيب به، ثم يذكر هو الجواب الذي يمكن أن يريده المعترض، فإذا فرغ من الجواب وقرره سيكر عليه ويبطله. فهو يقول للمعترض: ليس له مفر من الجواب على هذا الإلزام إلا مخرج واحد يمكن أن يدخل معه في الجواب. وما هو هذا المخرج؟ قال: هذا المخرج، نعم اقرأ. قال: وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلماء المجتهدين من يعتقد دخول مورد الخلاف في نصوص الوعيد، ويوعد على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقاد، فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل، لكن هو مخطئ في هذا الاعتقاد خطأ يعذر فيه ويؤجر، فلا يدخل في وعيد من لعن بغير حق، لأن ذلك الوعيد هو عندي محمول على لعن محرم بالاتفاق، فمن لعن لعنا محرما بالاتفاق تعرض للوعيد المذكور على اللعن. وإذا كان اللعن من موارد الاختلاف لم يدخل في أحاديث الوعيد، كما أن الفعل المختلف في حله ولعن فاعله لا يدخل في أحاديث الوعيد، فكما أخرجت محل الخلاف من الوعيد أخرج محل الخلاف من الوعيد الثاني، واعتقد أن أحاديث الوعيد في كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف لا في جواز الفعل ولا في جواز لعنة فاعله، سواء اعتقد جواز الفعل أو عدم جوازه، فإني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله ولا أجوز لعنة من لعن فاعله، ولا أعتقد الفاعل ولا اللاعن دخل في حديث وعيد، ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من يراه متعرضا للوعيد، بل لعنه لمن فعل المختلف فيه عندي من جملة مسائل الاجتهاد، وأنا أعتقد خطأه في ذلك كما قد أعتقد خطأ المبيح، فإن المقالات في محل الخلاف ثلاثة: أحدها القول بالجواز، والثاني القول بالتحريم ولحوق الوعيد، والثالث القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد، وأنا قد أختار هذا القول الثالث لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل الفعل المختلف فيه، مع اعتقادي أن الحديث الوارد في وعيد الفاعل ووعيد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين. نعم، هذا المخرج الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله للمعترض هو أن يقول المعترض: إن اللاعنين لمن خالف في مسألة خلافية لا يدخلون في الوعيد، وذلك لأنهم معذورون بالخطأ في اعتقادهم أن مسائل الخلاف تدخل في الوعيد، وإنما الذي يدخل في الوعيد هو من لعن لعنا محرما بالاتفاق، أما من لعن لعنا مختلفا فيه هل هو محرم أو ليس محرما فهذا
لا يدخل في الوعيد. فكما أن المسائل المختلفة فيها لا تدخل في الوعيد، فكذلك اللعن المختلف فيه لا يدخل في الوعيد، وإنما يدخل في الوعيد اللعن المتفق على تحريمه كالمسائل المتفق عليها. وبناء على هذا قولكم إن المجتهد لا يكون معذورا في الحالين ليس بصحيح، لأنه إنما يستحق الوعيد، لأن اللاعن إنما يستحق الوعيد إذا لعن لعنا محرما، أما إذا لعن لعنا مختلفا فيه وهو اللعن في مسألة خلافية، اللعن على مسألة خلافية، فهذا لا يدخل في الوعيد لأنه معذور بالخطأ في اعتقاده أن هذه المسألة الخلافية تدخل في الوعيد. هذا حاصل للمفر الذي يمكن أن يدخل منه المعترض. قال فإن المقالات، يعني يقول المعترض فإن المقالات أي الآراء الممكنة في محل الخلاف ثلاثة آراء: أحدها القول بالجواز، يعني بجواز الفعل المتوعد عليه، وعلى هذا لا يلحق وعيد لأن الفعل عند هذا القائل جاهز. الثاني القول بتحريم الفعل مع لحوق الوعيد، وهذا يقابل القول الأول. القول الأول الفعل مباح وليس هناك وعيد، والقول الثاني الفعل محرم ومتوعد عليه بالوعيد. القول الثالث القول بتحريم الفعل دون لحوق الوعيد، فقال والثالث القول بالتحريم، يعني للفعل الخالي من هذا الوعيد الشديد. وأنا، يعني أنا أيها المعترض، ليس المقصود بأنا هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله وأنا يعني المعترض، قد أختار القول الثالث وهو تحريم الفعل دون لحوق الوعيد، وذلك لقيام الدليل على تحريم الفعل وعلى تحريم لعنة فاعل المختلف فيه، مع اعتقاد أن الحديث الوارد في توعد الفاعل وتوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين، وإنما يحمل على المجمع عليه، يحمل على المجمع عليه، فلا يدخل فيه الفعل المختلف فيه، ولا يدخل فيه اللعن المختلف في تحريمه، وإنما يدخل فيه عند المعترض الفعل المجمع عليه واللعن المجمع على تحريمه. هذا هو الجواب الذي يقوله المعترض حسب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو يقول للمعترض أنت ليس لك جواب إلا شيء واحد أذكره لك وأبطله عليك، وقد عرفنا هذا الجواب، وهو أن المعترض يقول الوعيد المختلف، يقول اللعن المختلف فيه لا يدخل في الوعيد، المختلف في تحريمه لا يدخل في الوعيد، كما أن الفعل المختلف في تحريمه لا يدخل في الوعيد. وإذا لم يدخل اللعن المختلف في تحريمه في الوعيد، فإن العلماء الذين حصل منهم اللعن لا يدخلون في الوعيد الوارد في الحديث، وبناء على هذا يقصر العموم الوارد في الحديث على المسائل الإجماعية. وكيف أجاب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الاعتراض؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والذي نختم به بإذن الله
قراءة هذا الكتاب النافع، سننتهي منه بإذن الله في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.